ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو مفدنا عمر عبد الحميد. نطلع منك عمر على آخر المواقف والتفاصيل، وإن كان هناك أي مواقف جديدة إن كان سياسيا أو حتى فيما يجري في الميدان. نعم، نبدأ من مسألة الاجتماع الأوروبي الخاص بتشكيل موقف من الاستغناء عن الطاقة الروسية، عن الغاز الروسي والنفط الروسي أيضا. ربما كان الأبرز اليوم في هذا الخصوص تصريح المتحدث باسم شركة غاز بروم الروسية، عملاق الطاقة الروسي، الذي قال بأنه طلبات المستهلكين الأوروبيين ليوم الثاني من مايو أي اليوم بلغت 98 مليون متر مكعب، أي أنها أقل بقليل من الكميات التي يعني تطلب في الأوقات العادية، وعزى ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا وكذلك إلى الطاقة المولدة من مصادر طبيعية في بعض الدول. روسيا لا تزال تصر على أن يدفع ثمن الغاز الروسي بالعملة الوطنية الروسية الروبل، وأن تقوم الدول أو الشركات المستوردة للغاز الروسي بفتح اعتمادات وحسابات في بنك غاز بروم للغاز، توضع المبالغ سواء كانت بالدولار أو باليورو في هذا البنك ثم تحول إلى الروبل. موقف روسي ثابت في هذه النقطة. روسيا تتخذ هذا الموقف تجاه الدول التي تسميها بالدول غير الصديقة، ورأينا قبل عدة أيام القرار الروسي بقطع إمدادات الغاز عن بولندا وأيضا عن بلغاريا. روسيا تراهن أيضا على زيادة الطلبات في ما يتعلق بالغاز من دول مثل الهند ومثل الصين، وبالفعل كانت هناك إشارات إلى أن الصين ستزيد من حجم طلباتها من الغاز في الفترة المقبلة. هذا ما يتعلق به، خلينا يعني نسميها معركة الغاز أو معركة الطاقة التي تواجه بها روسيا العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها. طيب، في الميدان الوضع كما ماذا عن ماريوبول عمر؟ هل هناك أي مواقف جديدة فيما يتعلق بما جرى بهذه العمليات؟ وهو ما كنت أريد أن أتحدث عنه في ما يتعلق بعمليات الإجلاء. الروس يتكتمون كثيرا عن الآلية التي تدور فيها عملية الإجلاء، لكن واضح أن هناك تعثر لأن العدد الذي تحدثت عنه المصادر الروسية لم يتغير، حوالي 100 مواطن أو 100 شخص تم إجلاؤهم، منهم 11 شخصا فضلوا البقاء في أو الاتجاه إلى منطقة دونيتسك، بينما الباقون فضلوا أن يذهبوا إلى المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها حكومة كييف، لا سيما في منطقة زاباروجيا. لكن واضح أن هناك تخوف روسي من أن يخرج من ضمن المدنيين بعض المسلحين المتحصنين الذين تسميهم موسكو النازيين، يخرجوا ضمن الأفواج أو ضمن الأعداد التي يتم إجلاؤها من المصنع. ربما لهذا السبب تتعثر الآن هذه العملية كما تحدثت مصادر إلينا. شكرا جزيلا لك من العاصمة الروسية موسكو مفدنا عمر عبد الحميد، شكرا جزيلا لك.